باكستان، باكستان لديها موقف مشرف من الدولة الأفغانية. باكستان قامت بدعوة المجتمع الدولي للاعتراف بحركة طالبان، بتقديم يد العون لحركة طالبان وللشعب الأفغاني في هذه المرحلة الهامة من تاريخ أفغانستان، حيث دعت باكستان المجتمع الدولي للتحلي بالواقعية والاعتراف بطالبان وعدم المماطلة أو المراوغة فيما يتعلق بتلك المسألة الهامة، وصرف قطعا الأموال المستحقة للبنك المركزي الأفغاني لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وها هي باكستان تضغط من جديد على المجتمع الدولي في محاولة منها لانتزاع هذا الاعتراف. أمام حضراتكم دعت باكستان المجتمع الدولي للتحلي بالواقعية والاعتراف بالحكومة المؤقتة، محذرة من محاولات البعض للنسف الاستقرار في ذلك البلد. تلك الكلمة أتت من مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في المدينة الأمريكية مدينة نيويورك حول تطورات الوضع في أفغانستان.